وخلينا ننتقل مع حضرتك للخبر الثاني من مصر اليوم. أكبر مشروع طبي في مصر، رئيس الوزراء يستعرض تصميمات مدينة العاصمة الطبية. اجتمع أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بممثلي الشركة الصينية وممثلي شركة إنكم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لاستعراض مقترحات بمخططات وتصميمات مدينة العاصمة الطبية. وخلال الاجتماع قدم رئيس الوزراء الشكر للشركة على الجهود المبذولة من جانبها خلال الفترة الماضية للانتهاء من هذه التصميمات المميزة، مطالبا بوضع تصور دقيق وأكثر تفصيلا عن التكلفة النهائية للمشروع والمكون الأجنبي به وما يمكن أن تتيح الشركة في هذا الشأن، مع ضرورة إعداد دراسة اقتصادية متكاملة تضمن للدولة تحصيل مصاريف التشغيل. أستاذ أحمد، إيه أهمية هذا المشروع الطبي الضخم؟ يعني كان في اجتماع بيجمع السيد رئيس الوزراء بممثلي الشركة سواء الصينية أو شركة إنكم بخصوص هذا المشروع، إيه أهمية هذا المشروع في الوقت الحالي يا فندم؟ أهلا بك يا أستاذ أندرو. أولا الشريك الصيني هو شريك مستقبلي سواء لمصر أو لمنطقة الشرق الأوسط. يمكن تعقيبا على الخبر السابق، التكنولوجيا الصينية مأمونة، الصين شريك تجاري يعتمد عليه، الصين أيضا مصر تستطيع من خلالها نقل التكنولوجيا ودعم الاستثمارات الصينية المصرية المشتركة خصوصا في مجال مهم زي المجال الطبي. يمكن كلنا عارفين ان القطاع الطبي في مستشفياتنا بشكل عام محتاجة تطوير، محتاجة يعني دعم. احنا عندنا كوادر بشرية فوق الممتازة، عندنا اطباء سمعتهم على المستوى العالمي جيدة جدا، كوادرنا البشرية كويسة. يمكن ينقصنا كفاءة التشغيل وأيضا تحديث مستشفياتنا بأحدث تكنولوجيا، وأعتقد أن الصين شريك مأمون الجانب وأيضا سخي العروض مقارنة لو سميناها التكنولوجيا الشرقية مقارنة بالتكنولوجيا الغربية اللي بتفرض شروط يمكن معوقة إلى حد ما. أيضا مجال الطب المصري محتاج الحقيقة تحديث، يمكن تكون هذه المبادرة وهذا المشروع هو بكورة أو مشروع أولي في أن تتخذ الدولة المصرية والإدارة المصرية الصين شريكا معتمدا بعد هذه التجربة في عدد كبير من يعني الشراكات المتعددة في القطاع الصحي والطبي المصري. احنا بنتكلم على عدد سكان بالإضافة إلى مقيمين تخطى 120 مليون في هذه الأرض. أعتقد أن برضو سمعة مصر في القطاع الطبي كويسة جدا، بدليل أن مستشفياتنا كلها بتعمل بكامل طاقتها سواء للمصريين أو العرب أو الأجانب المقيمين بيستفيدوا من هذه الخدمة. هو قطاع مهم جدا للاستثمار، وأعتقد أن أيضا شركائنا الصينيين يعون هذه المعلومة بشكل كامل، فإن شاء الله دي تكون بداية مثمرة وموفقة في القطاع الطبي والصحي المصري للاستثمارات السنة.